أهلا ومرحبا بكم عندي، وهذه قراءة لعزيزي برج الميزان الشمسي والقمري والطالع، لذلك لا تنسوا أن تستمعوا لبرجكم القمري والطالع. هي قراءة للرجال والنساء، ولا تنسوا كذلك أنها قراءات معممة قد تنطبق على البعض منكم كليا وعلى البعض الآخر جزئيا، وقد لا تنطبق بتاتا، لكن أكيد أكيد أن هناك جواب لسؤالكم، أكيد أن هناك نصيحة، أكيد أن هناك إشارة وعلامة سماوية. واخا لنبدأ بالقراءة. وبسم الله. هذا الحبيب يبحث عنك، هذا الحبيب سيتحرك، يعني هناك تغييرات مهمة وخف ما يخص هذا الحبيب. هذا الحبيب سيتصرف كالمجنون. كم أحب المجنون، لأنه سيستمع لقلبه. نعم، هذه هي طاقة القراءة العامة. وخا لنبدأ. بسم الله، كنتمنى لكم حظ سعيد من جديد. وبسم الله، توأم الروح يلتقي بتوأمه. وخا تقول هذه الكرت أن أحلامك ستتحقق. ربما أنت تمارس قانون الجذب مع هذا الحبيب الذي تسأل عنه، وأحلامك ستتحقق مع حبيب الروح. لكن كذلك أرى معاناة، أرى طرف ثالث، معاناة، هناك طرف ثالث، اختيار، أرى بدايات جديدة وبدايات يعني لم تكن تتوقعها. هذا ما تقوله هذا الكارت. أرى كارت قوية حبيبي، هذا الشخص الذي تسأل عنه أنت تراه الحبيب المثالي، تراه يعني تراه الشخص المثالي يعني ليكون في حياتك. تراه الحبيب، تراه حبيب، تراه كزوج، تراه كصديق. واخا يعني أنت تريد كل شيء مع هذا الحبيب، تراه كذلك أبو أطفالك، والعكس هو الصحيح، هو كذلك يراك الشخص المثالي. واخا لكن أرى أن ربما البعض منكم هناك مسافة جسدية قصيرة، والبعض الآخر مسافة جسدية طويلة. ربما هذا الحبيب ابتعد أو سافر. واخا لكن هذا الحبيب دائما يعود لحياتك، لأن هذا ما كتبه القدر. هذا الحبيب يعتقد، هذا الحبيب حزين بزاف، هذا الحبيب يعتقد أنك سترفضه. ربما هذا الحبيب يعني هو يعني أحبك من أول مرة شافك، يعني كان حب في يعني من أول وهلة. نعم، وربما أنت رفضت هذا الحبيب، نعم، لأن أنت كنت ربما مع شخص آخر أو كنت متزوج. واخا يعني أنا أرى هنا طرف آخر. واخا قد يكون من طرفك أنت أو من طرف هذا الحبيب، لكن أرى أنه من طرفك أولا، لكن ربما كذلك من طرفه. دابا نشرح لكم. واخا أنت ربما لديك علاقة أو متزوج، وهذا الحبيب لا يتجرأ ويذهب ويعود، يخاف. نعم، يخاف. تقول هذا الكارت يعني هذا توأم الروح بدون شك. هناك معاناة، هناك طرف آخر، وهناك خوف من أن لا تختاره أن يعني من أن لا تختاره هو. واخا يعني أنت لديك علاقة وهو كذلك، ربما هو كذلك لديه علاقة. واخا يعني أرى هنا طرف آخر، لكن يعني الأغلبية تقول أن أنت من لديك علاقة، وهذا الحبيب يخاف من أن يقترب، لأنه يخاف من أن ترفضه وأن لا تختاره هو. واخا لنواصل. هذا الحبيب قلت يعني عنده يخاف بزاف، وهو طاقته هو هي الحزن، هو حزين بزاف. واخا هو يريد شوف يعني هنا حزن كبير في هذه القراءة، لكن هو حب جميل كذلك. هناك حب، نعم، هناك حب وعشق كبير. أنت حبيبي محظوظ بزاف. هذا الحبيب
أرى أنه يطرق بابك، لكن يخاف، هو مش يخاف من أن يطرق بابك وأن لا تفتح له. وهذا الحبيب هو تحت المطر وتحت الثلج، تفهمونني؟ هذا الحبيب محتار، متردد، خائف. لذلك أنا أرى أن أنت من لديك يعني طرف آخر، لكن ربما هو كذلك لديه طرف آخر واخا. لكن أنا أرى بزاف ديال الغيرة، هذا الحبيب يغار بزاف. لماذا؟ لأن لديك أنت طرف آخر. كذلك بلاتي غادي نقول لكم الطاقات، لكي الطاقات التي أراها هي هوائية مثلك، يعني جوزاء، ميزان، ودلو، مثل دلو، نعم مثله. وكذلك طاقة قلنا هوائية، كذلك طاقة نارية، أسد، قوس، وحمل، وكذلك طاقة ترابية وخا. لكن المهيمنة هي الهوائية مثلك، وكذلك النارية وخا. لنواصل. أنت حبيبي، هذا الحبيب قلنا أنه يذهب ويعود وخا، لأنه خائف. هو يرى أن يعني ليس يعني أنت فوق الإمكانيات دياله، يعني لا يمكنه الوصول لهذا النجم، لهذه الملكة وخا. يعني يراك أقوى منه وأفضل منه وخا. أنت حبيبي برج الميزان، أنت محظوظ جدا، أنت محظوظة بزاف وخا. الله أعطاك كل شيء، جمال، رزق، ولديك فرص كثيرة في الحياة، وفرص دائمة لا تنتهي. يعني أنت يعني مطر البركة، يعني تمطر السماء، أنت سماؤك سماء الرزق والبركة والحب وكل شيء وخا. هذه القراءة يعني سحرية وغريبة نوعا ما. أن يعني ما شاء الله عليك، عليك كل ما تتمناه، أنت كل ما تتمناه الله يهدي لك كل ما تريده. الله يحبك بزاف، نعم. يعني الحماية السماوية هي فستانك وخا. قلنا أنت ربما متزوج أو مع ربما متزوج مع روح متشابهة، يعني أنت يعني سعيد في حياتك، يعني مرتاح. لكن وصل هذا حبيب الروح، عفوا توأم الروح، لأنه توأم الروح، وصل توأم الروح يعني، وبدأت تفهم أنه يعني هذا غير عادي، هذا يعني هذه المشاعر مع هذا الحبيب يعني، وحدث تغيير كبير بزاف، تغيير قوي بزاف مع وصول هذا الحبيب. واخا خليني نزيد الكارت. قلت أنت كنت يعني في حياتك مرتاح وسعيد، حتى يعني وصل هذا الحبيب واخا. أنت يعني كيفاش نشرح لكم؟ أنتم يعني كل ما تطلبونه من السماء، السماء تجيبكم، يعني الله رحيم معكم وكريم بزاف. لذلك ربما هذا الحبيب، هذا الحبيب الجميل، ليس الحبيب هذا، يعني أنا أتكلم عن هذا الروح المتشابهة، يعني إنسان طيب جميل، يحميك، يحبك، يعني أنت تعيش في يعني في حياة جميلة وهانئة، لكنه ليس توأم الروح واخا. لذلك أنت تمارس قانون الجذب، وربما أنت مارست قانون الجذب والله أعطى لك هذا الحبيب، هذه الروح المتشابهة. لكن عندما وصل توأم الروح فهمت أن هناك شيء غريب يحدث في حياتك، نعم واخا. وهذا أتمنى أن تكونوا فهمتم واخا. يعني هناك روح متشابهة في حياتك، وهذا من تسأل عنه هو حبيب توأم الروح، توأم الشعلة واخا. يعني مع توأم الروح المتشابهة كل شيء، يعني كل شيء جميل، ورود وفراشات، كل شيء جميل وسهل، لكنه ليس حب توأم الروح.
هذا الحب، هذا هذه النار، هذا الحب الذي لا ينتهي، هذا الحب الذي يعني يجعلك تفكر ليل نهار، وهذا الحبيب كذلك، هذا الحبيب حزين غاضب منك، يغار يغار لأنك مع شخص آخر، هو يعرف أنك له، ولكن هناك يعني هناك خوف لأنه يراك كالنجم، يراك كملكة، يراك كملكة، ويصعب الوصول إليه، وخا لذلك يذهب ويعود. وخا هذا الحبيب يخاف من أن تكسر قلبه أكثر مما هو مكسور، هو يعني يحس بأنه أقل شأن منك بزاف، وهو في حزن كبير جدا، وكذلك غاضب ويغار. لكن حبيبي، هذا الحبيب عندما يراك يرتاح، يرتاح لقربك، يرتاح عندما يكون بقربك، وعندما تغضب أنت من هذا الحبيب، هذا أكبر عقاب، مسكين، هذا أكبر عقاب. ماذا سيحدث؟ ماذا سيفعل هذا الحبيب الذي تسأل عنه؟ من جديد المجنون، هذا الحبيب يعشقك بجنون، هذا هناك طاقة سلبية كذلك، حذاري، هناك طاقة سلبية، هناك طرف آخر، ربما هذا الحبيب كذلك عنده طرف آخر، وهناك طاقة سلبية بزاف، يتكلمون سوء عنك. نعم، الله، لكن لن ينفع، يعني هذه الطاقة السلبية لن تنفع، لأن هذا الحبيب يحبك، هناك رسائل، هذا الحبيب سيتكلم. هذا الحبيب إنسان جميل جدا، وسيفعل كل ما يعني سيقوم بمجهود كبير جدا ليحقق أحلامه الذي هو أنت، أن تكون أنت في حياتي. حبيبة ديالي، هذه القراءة غريبة، لأن أرى أن هناك شيء معلق، يعني أنت وهذا الحبيب باقي ما عشتوا ولا شيء، يعني لم تعيشوا، باقي لم تبدأ حياتكم، باقي لم تبدأ، وخا لأن هناك تجارب سماوية يعني مكتوبة، يعني هذه حكاية توأم الروح وتوأم الشعلة، يعني كانت مكتوب، يعني هذا عمل قدر، يعني هناك تجارب ستعيشونها، تنتظركم حياة طويلة، هذه الحكاية لم تنتهي، لماذا؟ لأنها باقي ما بدأت، لم تبدأ، تنتظرك حياة طويلة مع هذا الحبيب، هناك تغييرات، يا الله، تغييرات لم يعني ربما أنت سعيد الآن، لكن هناك تغييرات عجيبة، ليس غريبة، عجيبة، لم تكن تتوقعها، تغييرات وبدايات، بدايات مع هذا الحبيب، مع توأم الروح وتوأم الشعلة الذي يعاني من أجلك ويحبك. وخا يعني يجب أن يكون هناك اتحاد، وخا يجب أن يكون هناك اتحاد. شوفوا، يعني الرجل والمرأة يعملان بجوج بهم سوا، وخا لماذا؟ لأن هناك اتحاد، اتحاد روحي، اتحاد مهم، تفهمون، اتحاد لمواجهة العوائق، اتحاد من كل الأنواع، هذا الحبيب وأنت سيجمعكم القدر، لأنه توأم الروح توأم الشعلة، أنتم باقي ما بديتوا حياتكم، ستبدأون الآن، الآن هذا الحبيب سيتحرك، يعني هذا ما يعني هذا سيفعل أشياء كثيرة من أجلك، لأنه لا يحتمل هذا العذاب، لا يحتمل، يعني عند واحد الغيرة، لأنك مع شخص آخر، هناك غيرة، يغار بزاف، يغار، وهناك يعني ستغير مسار طريقكم، لأن طريقكم سيكون واحد. وخا الله، قراءة جميلة. هذا الحبيب سيأتي، لأنه يفكر فيك ليل نهار، يفكر فيك ليل نهار، رغم الـ هذا الـ شفت طاقة سلبية، يعني ناس سلبية تتكلم وتحكم عليكم، أنت كذلك تخاف من أن يحكم عليك، يعني المجتمع أن يحكم عليك، لأنك مع إنسان آخر، أنت ربما متزوج وتحب هذا الحبيب، تحب يعني توأم الروح، يعني لا يمكننا أن نسيطر في هذه الأشياء، لأنها يعني مكتوبة في الخريطة السماوية. قلت أنه يجب أن يحدث اتحاد، أن يكون هناك اتحاد بينك وبين توأم روحك، وخا
لأنه سيأتي، لأنه في معاناة كبيرة، هو في معاناة أكثر منك ويتعذب. لماذا؟ لأنه يقدرك، لأنه يعرف أنك أنت توأم روحه، وأنه يحس بالنقص. مسكين يحس بالنقص، يعني من دونك هو nothing، لا شيء. هذا الحبيب يحبك، ربما هو يعني طاقته الروحانية أسمى من طاقتك، واخا يعني هو فهم أنك، شوفه فهم أنك توأم الروح، أنك غير عادي، لكن أنت ربما شوية مدللة. وبما أن حظك سعيد دائما، الله أعطاك كل شيء، أنت لا تقدرين كثيرا هذا الحبيب رغم أنك تحبينه، واخا هو روحانيته أسمى من روحانيتك، وهو يعرف أنك أنت توأم الروح، واخا ورغم العوائق هذا الحبيب سيتصرف، في هي الكارت، سيتصرف كالمجنون، سيكافح، سيدافع، واخا رغم من أنه يحس بالنقص أولا من دونك، وثانيا لأنه يحس أنه أقل شيء، لكن سيتجرأ، لأن عندنا هنا يا كارت القوة، يعني هذا الحبيب ربما هو أسد كذلك، واخا سيتجرأ، يعني هذه الطاقة الروحانية وهذا حب توأم الروح ستعطي له قوة كبيرة لكي يدافع عن، لكي يكون معك حبيبي. قراءة جميلة بزاف، قراءة مؤثرة، لأن هذا الحبيب يعاني أكثر منك، وحتى روحانيته يعني أسمى. أنا آسفة لكن أنا كنقول لكم ما أراه، يا أخا أراك أنت يعني غير ناضج نوعا ما، وهو نعم ناضج، هذا الحبيب ناضج روحيا، ناضج ويعرف أنك أنت حبيبه وأنت ليس توأم روحه، وهو سيعمل كثيرا، سيبذل مجهود، مسكين مجهود كبير من أجلك. يعني أنت إنسان محظوظ عزيزي، برج الميزان، لأن الله يعطيك كل ما تتمناه. تمنيت روح متشابهة، مع أنك كنت لا تعلم في البداية في الماضي ما معنى يعني روح متشابهة وهذه الأشياء، لكن الله وهب لك، يعني أرسل لك روح متشابهة يسعدك في حياتك. لكن حبيبي بما أنك يجب أن تنضج روحيا، أرسل لك كذلك توأم الروح، توأم الروح وتوأم الشعلة لتنضج أكثر، لتكبر أكثر. وخا التي نسيت أن، لأني رأيت هنا كذلك التي، هذه كارت الزواج. إذا كنت متزوجا حسب هذا الكارت سيكون هناك، شوفوا اختيار، اختيارك أنت يعني، وسيكون تغيير يعني عظيم، تغيير في حياتك. وهنا كارت الزواج، نعم يعني القدر سيجمعك مع حبك الحقيقي، يعني توأم الروح، لكن بعد أن تنضج أنت وليس هذا الحبيب. فهذا الحبيب ناضج، أنت من يجب أن تنضج، أنت من يجب أن تكون واعيا. واخا العطف والرحمة، التحول يعني التغيير، أنت لابد التغيير الروحي، طبعا التغيير الروحي، وهذا توأم الروح ويقول لك أنني هنا، وخا يعني وصول توأم الروح. هذا يعني يجب بعد العطف، أنت يجب أن تعطف على توأم الروح، لأنك أنت يعني كما أنت تحبه، نعم تحبه كثير، لكن بما أن أنت حياتك سهلة وجميلة ولديك، كما لو كان هذا الحبيب يعني روحانيتك باقي يعني في الحضيض، آسفة، لكن هذه ما تقوله الكارت، يجب أن تعطف على توأم الروح وعلى توأم الشعلة، وبالتالي سيحدث تغيير روحي، وبالتالي ستفهم أن هذا الحبيب هو توأم الروح. الله، وشوفوا توأم الروح، أمسو المخملة، يعني توأم الروح، شفتوا أطفال، هناك أطفال، ربما أنت لديك أطفال أو هذا الحبيب لديه أطفال، وهذا تقول اترك الأشياء كما هي حتى يعني حتى يعني اترك الأشياء كما هي، يعني أنت يجب أن
أن تتطور روحيا، يجب أن تنضج روحيا. لذلك تقول لك هذا الكارت اترك الأشياء كما هي حتى نهايتها. كانت قراءة جميلة، أتمنى لكم الخير، يا الله تتحقق كل أحلامكم. أدعو معكم دائما عندما أقرأ تعليقاتكم وتطلبون مني أن أدعو معكم دائما. كان دعي معكم كان